السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر شجر، منتور في التريننج كوميتي. النهارده ان شاء الله هنشرح الافكار الرئيسيه بتاعت البروبلمز في المين شيت 2. تعالوا، بروبلم ايه؟ بروبلم ايه بيقول لك ببساطه ان هو هيديك ان ارقام، وعايز ببساطه جدا تقول له هل فيها رقم 7 او 4 ولا لا. مثلا في الكيس ده، في الكيس دي هو قال لك ان هو هيدخل لك 5 ارقام، وبعدين اداك بالفعل ال5 ارقام. هنلاقي ان هنا في 7، فبما ان لقينا 7 او 4 هنطبع له اتس يور لاكي داي. لو ما فيش لا 7 ولا 4 هنطبع له طفلك. طيب، نلاحظ حاجة، ان الان اخرها 100، وان الارقام اللي هو يدخلها لي من 0 ل 9. تاني بروبلم، ببساطة جدا هيديك ان نقط. يعني مثلا ده البلين بتاعنا، مثلا هيديك نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا مثلا ونقطة هنا. هو عايز يعرف إذا كان كل النقط دي على استقامة واحدة ولا لأ، أو كده أو بالشكل ده، هل كل النقط على استقامة واحدة ولا لأ. طبعا لو مثلا إداني حاجة كده يبقى مش على استقامة واحدة. تمام، لو على استقامة واحدة هطبع له يس، لو مش على استقامة واحدة هطبع له نو اور لور. النقط عندي من 3 ل 10 أس 5، والقيمة بتاعت الإكس والواي، يعني أي نقطة أكيد هريبريزنتها بإكس وواي، فالقيم من سالب 10 أس 9 ل 10 أس 9. وبيقول لك برضو ملاحظة مهمة، إن هو ضامن لك إن الإنبوت هيخش لك كل النقط مختلفة عن بعض. تمام كده؟ طيب، خش على البروبلم اللي بعدها. هيديك رينج من الارقام من ال لار. مثلا خلينا نفترض مثلا ان ال ب 5 وار ب 700 مثلا. ايه المطلوب منك من ال لار؟ هنلاقي طب في 6، في 7، في 8، في 9، في 10، في 11، وهكذا لغاية 700. هو عايزك تقول له في كام رقم من الأرقام دي بيرفكت نمبر. طب يعني ايه بيرفكت نمبر؟ بيرفكت نمبر كاتب نوت تحت، ان انت لو مش عارف يعني ايه بيرفكت نمبر خش على اللينك ده، بس خليني اقول لكم يعني ايه بيرفكت نمبر. بيرفكت نمبر ببساطة هو رقم الديفايزرز بتوعه ما عدا هو، مجموع الديفايزرز بتوعه ما عدا هو بيساوي الرقم نفسه. يعني زي ايه؟ زي مثلا لو قلنا 6. يعني ايه ديفايزورز الاول؟ ديفايزورز هما الارقام اللي الستة بتقبل الاسم عليهم. يعني الستة بتقبل اسم على الواحد وعلى الاتنين وعلى التلاتة وعلى الستة. طيب، مجموع الديفايزورز اللي مش ستة كام؟ اللي هو واحد واتنين وتلاتة، مجموعهم بكام؟ مجموعهم ب6. ف6 هيساوي 1 زائد 2 زائد 3، ف6 عندي هو بيرفكت نمبر. طب مثلا تعالوا نجرب رقم زي التمانية مثلا، هل هو بيرفكت نمبر ولا لأ؟ التمانية بيقبل اسم على الواحد وعلى الاتنين وعلى الأربعة وعلى التمانية. مجموع التلاتة دول ب7، وسبعة ما بتساويش 8. تمام، فهو هيديني ايه بقى؟ هيديني ال L وال R inclusive، يعني الـ الرقم بتاع ال L والرقم بتاع ال R داخلين في الرينج بتاعي، وانا المفروض اطبع له في كام رقم بيرفكت جوه الرينج ده. طيب، نيجي البروبلم دي. بيقول لك ان في 2 بيلعبوا، واحد اسمه عباس وواحد اسمه سلطان، قاعدين في الشارع، فهما بيشوفوا آخر 5 عربيات بيبصوا على اللوح بتاعتها. لو الرقم اللي على اللوحة بيقبل الاسم على ان، عباس السكور بتاعه هيزيد بواحد،
لو ما بيقبلش الاسم على ان سلطان السكور بتاعه هيزيد بواحد. هو في الاخر عايزك تقول له مين اللي هيكسب، عباس ولا سلطان؟ يعني بالظبط ايه اللي بيحصل؟ انا عندي عباس وعندي سلطان عمالين يراقبوا العربيات، كل عربية ليها رقم معين، بس هما هيراقبوا آخر 5 عربيات وهما هيحددوا إن لو الرقم اللي موجود في العربية ده أو على لوحة العربية بيقبل الاسم على الإن، عباس السكور بتاعه هيزيد بواحد. طبعا الاتنين بيبدأوا بزيرو في الأول. لو الرقم اللي على اللوحة ما بيقبلش الاسم على الإن، سلطان هو اللي هيزيد بواحد. في الآخر هو عايزك تقول له مين اللي هيكسب في اللعبة دي، عباس ولا سلطان؟ تمام. مثلا التست كيس الأولانية، واحد ما بيقبلش الاسم على الاتنين، الاتنين بيقبل الاسم على الاتنين، التلاتة ما بيقبلش الاسم على الاتنين، كده سلطان معاه نقطتين وعباس معاه نقطة، الأربعة بيقبل الاسم على الاتنين، كده نقطتين نقطتين، الخمسة ما بتقبلش الاسم على الاتنين، فكده سلطان هو اللي كسب. طيب نروح للبروبلم اللي بعدها. هو هيديك رينج A و B، عايز يعرف في كام رقم ما بين ال A وال B بيقبل القسمة على ال X. يعني هيديك رينج من أرقام A و B، نفترض مثلا ال A ب 17 وال B ب 10 أس 8. عايز يعرف في كام رقم ما بين ال A وال B بيبقى القسم على 15 مثلا. تمام. طيب البروبلم اللي بعدها بيقول لك عندك ال even numbers وال odd numbers بيتخانقوا، المرة دي جم بخناقة جديدة، عايزين نعرف ايه ال absolute difference ما بين مجموع ال even ناقص مجموع ال odd، يعني لغاية رقم n. يعني احنا مثلا عندنا n مثلا بخمسة، ال evens اللي من 0 ل 5 كام؟ هو 0 و2 و4. طيب ال odds اللي من 0 ل 5 هو 1 و3 و5. طيب مجموع دول كام ومجموع دول كام؟ دول مجموعهم 6، دول مجموعهم 9. فالفرق ما بين مجموعهم هيبقى يساوي 3. طبعا يعني الفرق جوه absolute value، يعني 6 ناقص 9 absolute value، absolute difference. تمام. طيب البروبلم اللي بعدها، ماشي، بيقول ان في واحدة ليزا غنية وكل وبتخلص فلوسها كلها على فساتين، وبتلبس الفستان مرة واحدة بس. بيقولك إن هي هتحضر إما حفلات، بكم طريقة ممكن تلبس فساتينها وهي بتحضر الحفلات دي؟ وبيقولك ان كل طريقتين مختلفين، يعني الطرق مختلفة، لو على الاقل في حفلة واحدة غيرت الفساتين بتاعتها. تمام. طيب البروبلم اللي بعدها بيقول ان احنا عندنا حاجة اسمها اللاكي نمبرز. اللاكي نمبرز هي ارقام بتتكون من 4 و7 بس، يعني 5 مثلا مش لاكي نمبر، 17 مش لاكي نمبر عشان في واحد، بينما 744 هو لاكي نمبر. طيب هو عايز ايه؟ عايز ببساطة جدا انا هديك لاكي نمبر، اقلب لي الـ 4 7 والـ 7 4. مثلا لو انا دخلت لك 4 7 4 7 طلع لي 7 4 7 4، قلت لك 7 7 طلع لي 4 4، دخلت لك 4 4 7 4 4 7 4 4 7 7 وهكذا. طيب البروبلم اللي بعدها بيعرف لنا حاجة اسمها الفاكتوريال. الفاكتوريال هو عبارة عن لو أنا مثلا قلت 5 فاكتوريال، العلامة دي علامة الفاكتوريال، يعني كأني بقول 5 في 4 فاكتوريال.
اللي هي بتساوي 5 في 4 في 3 فاكتوريال. يعني هتساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1، تمام؟ هو ده الفاكتوريال. فده الناتج ده كله هيبقى بكام؟ هيساوي 120. هو بقى عايز ايه؟ هو هيدخل لك رقم معين ان قل له الرقم اللي في اول ديجيت بكام. يعني ايه؟ يعني لما لو دخلت لك الان بخمسة، 5 فاكتوريال ب 120، فانت اطبع لي الصفر ده. لو مثلا قلت لك الان ب 4، فده هتساوي 4 في 3 في 2 في 1، يعني هتساوي 24. انا هطبع له ايه؟ هطبع له الرقم اللي في الخانة الاولى اللي هو الـ4، تمام؟ طبعا خلي بالنا ان الـ n ب 10 اس 9، الماكسيموم فاليو بتاعتها 10 اس 9. طيب بروبلم جي، بروبلم جي بتقول ان في 4 او 3 راحوا عيد ميلاد لواحد، ففي واحد من الثلاثة جاب للرابع، جاب له ان اوراق كوتشينه. عدد اوراق الكوتشينه ده كبير جدا لدرجه ان طوله كي. طب يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف. يعني لو انا مثلا اديته 30 ورقه كوتشينه، فهيبقى الطول بتاعه 2. لو اديته 700 ورقه كوتشينه، فطول الاوراق دي 3. لو انا اديته 1 2 3 4، فطول الرقم ده 4. هو بقى هيديله أوراق طول الرقم بتاعها 10 أس 6، يعني هيديله رقم كبره 10 أس 6، رقم كبير جدا. يعني عشان نبقى متخيلين يعني ايه، مثلا لو انا بستور في لونج، انا بستور اخري 10 اس 18 مثلا، يعني طول الرقم ده هو 18. انا لا، طول ده بقى 10 اس 6، تمام؟ واضحة الفكرة دي؟ طيب عايزين نعمل ايه بالورق ده؟ عايزين، فلنفترض مثلا ان كان طول الورق 1 2 3 4، عايزين نقسم الورق ده علينا بحيث ان هو يقبل القسمة على 4. ما هو في 3 جمل واحد، فيقبل القسمة على 4، يبقى عايزين نقسم الورق ده على 4. طيب طريقة تقسيم الرقم ده هتبقى ازاي؟ هتبقى هبدأ من البداية، مثلا لو انا قررت اقسم بعد الواحد، فهحط خط كده، وبعدين هشوف هل الواحد ده بيقبل قسمة على 4 ولا لا. طبعا الواحد ما بيقبلش القسمة على 4. مثلا لو انا عايز اقسم من هنا، فانا كأني هسأل هل الـ12 بتقبل القسمة على 4 ولا لا. الـ12 بتقبل القسمة على 4. طيب لو انا حبيت اقسم من هنا، هل الـ123 بتقبل القسمة على 4 ولا لا؟ 123 ما بتقبلش القسمة على 4. طيب لو انا قسمت من هنا، هل الـ1234 بتقبل القسمة على 4 ولا لأ؟ برضه ما بتقبلش القسمة على 4. يبقى هو عايزني أقول له في كام طريقة ممكن أقسم الورق بحيث إن هو يقبل القسمة على 4. طبعا في الكيس بتاعتنا دي 12 هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن نقسم بيها الورق بحيث إن هي تقبل القسمة على 4. خلي بالنا إن الكي 10 أس 6، ونخلي بالنا ان الميموري 4 ميجا بايتس، الميموري قليلة والكي كبيرة. بروبلم كي بيقول لي ببساطة جدا هو عايز مجموع الارقام اللي بتشكل الجريد ده. هرسم جريد مثلا ان في ام، تمام؟ فلنفترض مثلا ان هو 2 في 2، هبدأ اعد من زيرو، فهيبقى
ده زيرو، ده العمود رقم زيرو، ده العمود رقم واحد، ده الصف رقم زيرو، ده الصف رقم واحد، وبعدين هجمع رقم العمود مع رقم الصف، فهنا هيبقى زيرو واحد واحد اتنين. هو بقى عايز ايه؟ هو عايز مجموع السيلز بتاعت الجريد دي كلها اللي هي هتساوي أربعة. تمام؟ ال N وال M أو عدد الأعمدة وعدد الصفوف هتوصل لغاية 10 أس 6. بروبلم L هو هيديني رقم N وعايز يعرف هو valid number ولا لأ. طيب ال valid number يعني ايه؟ ال valid number هو رقم بيتكون من 2 أس 0 زائد 2 أس 1 زائد 2 أس 2 وهكذا لغاية 2 أس إكس، وما ينفعش 2 أس حاجة. ال 2 أس الحاجة أصغر منها ما تبقاش موجودة. مثلا لو احنا قلنا مثلا 7، 7 هتساوي 2 أس 0 زائد 2 أس 1 زائد 2 أس 2. بما ان الاتنين موجودة فالصفر والواحد موجودين، بما ان الواحد موجود فالصفر موجود، فده valid number. طيب لو انا عندي مثلا 5، 5 هتساوي 2 أس 0 زائد 2 أس 2، هل ده valid number؟ لا. ليه؟ عشان 2 أس 2 موجودة بس 2 أس 1 مش موجودة، فده مش valid number. هو ببساطة هيديك ال N وقول له هو valid ولا مش valid. طيب problem M، بروبلم ام هي فيها حاجة جديدة هقولها دلوقتي، بس قبل الحاجة خلينا نشرح البروبلم نفسها عايزة ايه. البروبلم نفسها بتقول ان انا في حد عامل عيد ميلاد وجاله مجموعة هدايا. الهدايا دي احنا رتبناها او ادينا كل هدية منها قيمة سعادة معينة، مثلا هدية مش هتخليني سعيد، بالعكس هتخليني أزعل سالب واحد، هدية تانية هتخليني أفرح بتلاتة، هدية تالتة هتخليني أفرح بأربعة، هدية كمان هتخليني أفرح بخمسة، هدية هتخليني أزعل بواحد، هدية كمان هتخليني أفرح باتنين مثلا، هدية هتخليني أزعل بسبعة مثلا. طيب مطلوب مننا إيه في البروبلم؟ مطلوب مننا نجيب أكبر مجموع للهدايا بشرط إن الهدايا تبقى ورا بعض، يعني ما ينفعش آخد دول مثلا وبعدين أسيب دي وبعدين آخد الاتنين وأقول إن أكبر مجموع عندي هو 2 و5 و4 و3، ما ينفعش، لازم يبقى المجموع ورا بعض. يعني لو قررت إن أنا هاخد 2 و3 و4 و5 ورا بعض، لو قررت ان اخد 2 3 4 5 سالب 1 ورا بعض، 2 3 4 3 4 5 سالب 1 2 ورا بعض، يبقى كل الارقام لازم تبقى ورا بعض. هو عايز بقى اكبر مجموع يخليني سعيد. وبيقول في نوت ان انت ممكن ما تاخدش ولا هدية عادي، فيبقى مقدار السعادة بتاعتك صفر. طيب الحاجة المختلفة هنا ايه؟ ان ظهر لنا حاجة اسمها تيست كيسز. ان هو بدأ الاول هو مش هيديك الانبوت على طول اللي هو عدد الهدايا او عدد الناس اللي هتديك الهدايا وبعدين الهدايا، لا هو هيحط لك ده في تيست كيسز. يعني ايه بقى تيست كيسز؟ يعني احنا قبل كده يعني لحد دلوقتي احنا بنحل البروبلم على انها مثلا ان وشوية ارقام وخلاص، بنحل البروبلم ونطبع له الناتج. هو دلوقتي مش عايز بس كده، هو عايز يديني ان وشوية ارقام وبعدين، يعني دي هعملها كأنها مسألة لوحدها، وبعدين ان كمان او ان مختلفة وشوية ارقام مختلفين، هجيب لها حل لوحدها وهكذا. دي بنسميها تيست كيس. فهو في البروبلم دي هو مش هيديني تيست كيس واحدة، هو هيديني كذا تيست كيس. مثلا زي ايه؟ مثلا لو قال لي مثلا 2 5 سالب 1 وبعدين 4
سالب 3 6 2 1 مثلا. دول كام تيست كيس؟ دول 2 تيست كيسز. فانا هاخد دي كانبوت، هحله لوحده واطبع له النتيجة بتاعة التيست كيس ده لوحده، وبعدين هاخد التيست كيس ده لوحده واطبع له نتيجة التيست كيس ده لوحده. يبقى اقدر ابص لها ان هو هيديني كذا مسألة في المسألة الواحدة. يعني دي تيست كيس اهي، هو يديني جواها كذا تيست كيس. فببساطة محتاج اعمل ايه؟ محتاج كل اللي انا محتاج اعمله ان انا هعمل لوب مثلا بتبدأ هنا وبتنتهي هنا، هاخد الانبوت بتاعي وبعدين هحل البروبلم وبعدين هطبع الاوتبوت، وبعدين الف كمان للتست كيس اللي بعدها، اخد الانبوت احل البروبلم اطبع الاوتبوت وبعدين اخد التست كيس اللي بعدها وهكذا. تمام؟ مش شرط تلتزموا باللي انا قلته، يعني شوفوا اللي يريحكم، بس خليكم فاهمين بس ان ده كذا تست كيس مش تست كيس واحد. ما بين كل تست كيس وتست كيس اللي بعده انت محتاج تطبع اند لاين عشان تجيب اكسبتد يعني. طيب البروبلم اللي بعدها بروبلم ان، بروبلم ان لطيفة جدا، بيقول لك ان انت عندك قاعدة بتقول ان لو عندك كارت قيمته اكس فأكيد كارت قيمته اكس زائد واحد موجود، وانت عندك كارت بواحد. فلو افترضنا ان اكس هو واحد فانت اكيد عندك اتنين، لو افترضنا ان عندك اتنين فانت اكيد عندك تلاتة، عندك تلاتة يبقى عندك اربعة، عندك اربعة يبقى عندك خمسة، عندك خمسة يبقى عندك ستة، وهكذا الى ما لا نهاية. فانت عندك كل الارقام، يعني هو ده اللي عايز يقوله لك بس بحركة يعني. طيب هنعمل ايه بقى؟ بيقول لك عندنا صفين من الارقام، اول ما هبدأ هاخد اول رقم انا ما استعملتوش، وانا اعرف يعني ايه استعملته دلوقتي، هاخد الواحد هحطه في اول مكان، وبعدين هضرب الرقم ده في اتنين وهحطه في تاني مكان وهحذفه من الأرقام دي. يعني الواحد هضربه في اتنين فهحط هنا اتنين وهعزف الاتنين من هنا، خلاص الاتنين مش موجودة. طيب مين أول رقم موجود؟ خلاص ده برضو أنا خدته واستعملته فمينفعش استعمله تاني. هلاقي التلاتة فهحط التلاتة، هضربه في اتنين هحط الستة، فيبقى أنا كده شلت التلاتة وشلت الستة. وبعدين هحط من أول رقم الأربعة، أربعة في اتنين بتمانية، هشيل التمانية، هنفترض التمانية هنا، وبعدين هشيل الأربعة وهشيل التمانية، وبعدين هلاقي خمسة، هشيل الخمسة وأحط عشرة، هشيل العشرة، وهكذا. هو عايز إيه بقى منك؟ هو هيدخلك رقم، أيا يكن الرقم ده إيه، والرقم ده كبير يعني ممكن يوصل لغاية 10^18. بيقول لك هل الرقم موجود هنا ولا موجود هنا؟ تمام؟ لو موجود في المكان الاولاني قول له ان هو فيرست بوكس، في المكان التاني قول له ان هو سكند بوكس. طبعا هو هنا شغال برضو بنظام التست كيسز، ان هو هيدخل لك الاول كذا تست كيس، يعني هيقول لك مثلا انا عندي 20 تست كيس، اول تست كيس هي خمسة، فانت محتاج تجاوبه على خمسة بس. مثلا الخمسة هنفترض ان هو في الفيرست بوكس، هو موجود في الفيرست بوكس، وبعدين هيدخل لك اتنين فانت هتقول له في الفيرست بوكس، واحد قصدي، فانت هتقول له في الفيرست بوكس، وبعدين هيدخل لك اتنين فانت هتقول ان هو في السكند بوكس، وهكذا لكل تيست كيس ادي له اجابه. تمام؟ هو ده اللي احنا شايفينه، هو اداك تلاته تيست كيسز، ده اول تيست كيس فطبع له فيرست بوكس، تاني تيست كيس طبع له سكند بوكس، تالت تيست كيس طبع له فيرست بوكس، وهكذا. طيب بروبلم او هو مديني عدد تيست كيسز 11 تيست كيس، بس مش مشكلة. وبيقول لي ان هو هيديني شوية ارقام، يعني هو هيدخل لي ان عدد الارقام اللي هو يديها لي،
وبعدين هيدخل لي ان ارقام. هو ضامن لي مثلا هيدخل لي واحد واحد تلاتة تلاتة اتنين، بيقول لي ان اي رقم هيدخله لي هو ضامن لي ده هيتكرر even مرات، هيتكرر عدد زوجي من المرات. يعني لو هو حط لي واحد فهو هيحط لي واحد واحد، او واحد 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 واحد، مستحيل الاقي واحد واحد واحد. لو حط لي تلاتة فانا الاقي تلاتة تلاتة، او تلاتة 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 تلاتة، وهكذا ما عدا رقم واحد بس. مثلا هو اختار ان الرقم ده يبقى الاتنين، فالاتنين هو هيتكرر odd number of times. مثلا ايفاليد تيست كيس تاني، مثلا دخل لي واحد 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 واحد، اتنين 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 اتنين، اربعة اربعة اربعة. فده اهو دخله لي ايفن مرة، ده دخله لي ايفن مرة، وده دخله لي قد مرة. هو عايزني اقول له مين الرقم اللي دخل لي قد مرة. تعالوا نبص في اول تيست كيس، الواحد دخل لي مرتين، الاتنين دخل لي مرتين، التلاتة دخلت لي مرتين، الستة دخلت مرة واحدة فطبعت له ستة. التست كيس اللي بعدها هيدخل لي 9 أرقام، الخمسة دخلت لي 5 مرات، والاتنين دخلت لي 4 مرات، فعشان كده طبعت له 5، وهكذا. تمام. بروبلم بي بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان احنا في عالم من الباينري نمبرز. يعني ايه باينري نمبرز؟ مثلا 101 ده هو 5 بالباينري نمبر، 111 هو 7 بالباينري نمبر، 1001 ده 9 بالباينري نمبر، وهكذا. ففي عندي رقم اسمه بيرلي. بيرلي عايز يلاقي شريك حياته. طيب في العالم ده احنا بنلاقي شريك حياتنا ازاي؟ بإن يبقى عدد الوانز في الباينري ريبريزنتيشن بتاع الرقم ده هو نفسه عدد الوانز في الباينري ريبريزنتيشن بتاع شريك حياتك. يعني مثلا لو قلنا 5 و3 ينفعوا يبقوا يعيشوا مع بعض، أو مش عارف، ينفعوا يبقوا شركاء حياة. ليه؟ عشان 5 101، 3 011. عدد الوانز هنا هي عدد الوانز هنا اللي هي ب2. طيب ايه اللي هو طالبه منك بقى؟ هو هيديك رينج، هيديك رينج من 1 لغاية ان، هيطلب منك هل في رقم في الرينج ده في عدد وانز قيمتها كي ولا لا. لو في قول له يس، لو مفيش قول له باد لك. تمام كده. طب كده ابقى خلصت، اتمنى تكونوا استفدتوا. أشوفكم بعدين إن شاء الله، سلام.